ما كنتش كنقدر نبقى نجي في الصباح ونخرج بالعشيه ونكون صالغي ونحس بواحد الباترون كيشوف فيا ولا شي حاجه بحال هكا. كنبيع التليفون عاوتاني نبيع داكشي لي زافير ديالي ونعاود عاوتاني نلقى استوديو واحد اخر ونخدم معاه باش نخلص الكرا باش ندير شي ثلاثه ديال المرات. سميتي محمد المومن، اونر اوف المومن ستوديو. كنخدموا في موبايل جيمز او ديجيتال ارت. الطفوله اللي هي بسيطه، في واحد العربيه اللي سميتها تونفيت حدا ميدلت. كنت معجب بزاف باللي ديسانيمي، كبرت كنبغي الرسوم المتحركه بزاف، كنت كنتفرج فيهم دائما. بديت كنكبر شويه بشويه، من بعد كان مور الباك كان خاصني ناخذ واحد لو شوا، انني يا اما نقرا نتبع القرايه عاديه بحال الناس، ولا نمشي في الدومين ديال لاغ والدومين ديال الديسان والديسانيمي ولا شي حاجه بحال هكا. الحمد لله كان والديا سوبورتيف. قريت عامين في لو اس تي، وموراها قريت في لي بوزار. اكثريه ديال الوالدين ما غاديش يبغيو ولادهم يمشيو لي بوزار ديال تطوان، غايقول لهم ارتيست شنو غادي دير، ولكن ما كانش لوكا. فبالنسبه لوالديا الحمد لله قالوا لي سير. كان كيصيفط للوالد الفلوس باش نخلص الكرا باش نعيش، كان سوبورتيف. الوالده كيصيفط لي الماكله مره في الكار. وهذا بصراحه ما كنتش كنقول واش غادي نخدم ولا لا، كنت كنقول الا درت شي حاجه فيها لي فور بزاف فهمتي وخدمت مزيان راه غادي تعطي ريفينيو ديالها. سورتو كبرنا، كان ديك الساعه يلا بدا فيسبوك، كبرنا مع فيسبوك وشويه هذا. كان هاي فيسبوك ما كانش مازال ما جاش انستغرام، وهذا كان شويه الفيدباك. كنا كنقدروا نهضروا مع كوار كيبغيو كي لايكيو الارت ديالنا. كنت كنرسم مثلا كندير ديسان كيدير شي واحد قاوري لايكو سو كول ولا كيقول شي حاجه كنا كنفرحوا. تما فين كخيت واحد الشورت فيلم سميتو بالموسى، فملي بوستيت الارت وورك ديالو ولا الديزاينز ديالو في السوشيال ميديا فيسبوك بينتريست انصاف، هو اللي خلى الناس تانتريسا وجاو هضروا معايا دي ستوديو في لترونجي وفي البلاد. وقدرت انا نخدم في دي سيري دانيماسيون دازو في التلفازه. بديت كنخدم كنبوصي بعدا مع دي ستوديو ديال المغرب فهمتي، خدمت مع بامال ستوديو. كنت كنجلس في ستوديو عام، كنمشي عاوتاني الاخر كنخدم معاه عام نص عام ست شهور. ما كنتش كنلقى راحتي في الصالاغية. ما كنتش كنقدر نبقى نجي في الصباح ونخرج بالعشيه ونكون صالاغي ونحس بواحد الباترون كيشوف فيا ولا شي حاجه بحال هكا. ديجا خرجت بامال دفوا كنبيع التليفون عاوتاني نبيع داكشي لي زافير ديالي ونعاود عاوتاني نلقى استوديو واحد اخر ونخدم معاه باش نخلص الكرا باش ندير شي ثلاثه ديال المرات، وانا كنخرج من فول تايم جوب. مراها بديت كنخدم في دي ميني جو صغار، وحده كانت ترين كتهي الاولى في الاب ستور لايك البابليشر شراها وترين كات لايك سميتها بريزن ويك. كتفرح حيت كتشوف فهمتي خدمه ديال المغاربه لايك فهمتي في الاب ستور ديال الامريكان هي الاولى لايك فهمتي. كتحس ماشي كتكون فرحان بزاف لايك الارت وورك ديالك ولا الديزاين ديالك انت اللي مصاوبو انت اللي حاطو تما. اون باراليل كنخدم في واحد البروجي ديال ان اف تيز ديال نون فانجبل توكن، اللي هما كيعنيو ان ليماج ولا ارت وورك اللي هو ديجيتال كيتقدر انه يكون في البلوك تشين ويكون يونيك عنده اونر ديالو. شكون مولاه، شكون اللي كرياه، وشكون اللي شراه، وكيتباع بالكريبتو كورنسي. انا لو غيف ديالي هو نكري ان ستوديو فيه لي زارتيست كيخدموا ترانكيلمون، نوفر لهم واحد لامبيونس اللي ما كنتش كنلقاها انا في الاستوديوات اللي كنت كنخدم فيهم فول تايم. لايك فاش كنت كنخدم انا سالاري كنت واحد الجو اللي هو مكهرب واحد شويه واداري، ما كانوش ارتست. النصيحه اللي غنقول ما كاينش عذر لاي واحد عنده اكسيت للانترنت انه ما ينجحش، يعني ما يدخلش اموا طرف الخبز اللي كيقولوا الا عندك انترنت عندك بيسي ما عندكش عذر. لعب كره مزيان غيجي واحد النهار غيخلصوك باش تلعب كره، سوق مزيان غيجي واحد النهار باش يخلصوك. يعني اي حاجه درتيها ديرها مزيان، كون انت هو الميور فيها، غادي يجي واحد النهار اللي غادي يخلصوك باش دير هذيك الحاجه اللي كتبغي. فكنصح الناس اللي بغاو يتبعوا لا باسيون ديالهم ولا الموهبه ديالهم ولا الكولينغ، شي حاجه كيحسوا بها لداخل تخلقوا باش يديروها، انهم يزعموا بحال كيهضر معاك ربي، بحال كيقول لك هذا هو علاش خلقتك خاصك تتبعه. دونك الواحد يتبع هذاك الشيء اللي كيحس براسو خاصو يدير في اليونيفرس في العالم 100% غتنجح، ما يمكنش شي واحد ما ينجحش.